مرحبا بكم أصدقائي الرائعون. العالم كله لديه الكثير من الحب والشغف لكرة القدم أكثر من أي رياضة أخرى، والحاجة إلى ملاعب أفضل وأكبر أدت دائما لتشييد ملاعب شهيرة، ملاعب جبارة وهائلة أبدع الإنسان في تصميمها. أصبح العديد منها أفضل الملاعب في العالم مع اختلافات في الجمال والتصميم والتكنولوجيا المستخدمة وعدد المقاعد. أصدقائي، في هذا الفيديو سنقدم لكم أجمل 10 ملاعب في العالم على الإطلاق. قد تستغربون من ترتيب البعض منها، لكن أصدقائي قبل أن نبدأ ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات. في هذه القائمة لم نعتمد على تاريخ وعراقة الملاعب أو طاقتها الاستيعابية، ولا حتى العوامل الجغرافية المحيطة بالملعب من وديان وجبال وطبيعة خلابة. وهناك ملاعب عملاقة ومشهورة لأندية عالمية، لكنها خارج التصنيف لأسباب معينة. معايير هذه القائمة ستكون عن أفضل تصميم خارجي وداخلي والتكنولوجيا المعتمدة لهذه الملاعب، وكذلك بدون مضمار للجري، لأن الملاعب الأولمبية التي يوجد بها مضمار للجري يفقدها جماليتها ولا تسمح بالفرجة الكاملة للجماهير بسبب بعد الجماهير عن أرضية الملعب. إليكم قائمة أفضل 10 ملاعب كرة القدم في العالم. ملعب بي بي في آي يقع في غوادالوبي بالمكسيك. تم افتتاح الملعب سنة 2015. تصميم الملعب اللامع أكثر من رائع، ويتميز عن أي ملعب آخر في أمريكا اللاتينية. هيكل الملعب الخارجي الشاسع يبلغ ارتفاعه 55 متراً، يسمح بتدفق الهواء بشكل مضبوط، مما يؤدي إلى تهوية الملعب وإبقاء المتفرجين واللاعبين مرتاحين. بلغت تكلفة بناء الملعب 200 مليون دولار أمريكي، يتسع ل 53 ألف متفرج. تعرض مشروع إنجاز هذا الملعب لرفض شديد من حكومة البلد بسبب إزالة مساحة كبيرة من الغابات لأجل تشييده. ملعب لوكاس أويل بالولايات المتحدة الأمريكية. هو ملعب متعدد الأغراض يقع وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا. تم افتتاح الملعب عام 2008. تصميم هذا الملعب غريب جداً، يوحي لك للوهلة الأولى كأنه جامعة أو مسرح عملاق، لكنه ملعب رياضي بتصميم غريب. يحتوي على سقف متحرك يتم فتحه في الأيام ذات الطقس الجيد. بلغت تكلفة بنائه 720 مليون دولار، طاقته الاستيعابية 70 ألف متفرج. ملعب ويمبلي ستاديوم من أشهر الملاعب في العالم على الإطلاق. الويمبلي الجديد هو تحفة رياضية وهندسية بامتياز، يقع شمال غرب العاصمة الإنجليزية لندن، ويعد ثاني أكبر ملعب في القارة الأوروبية بعد الكامب نو. افتتح الملعب عام 2007، وهو نفس موقع ويمبلي القديم الذي فازت فيه إنجلترا بكأس العالم عام 1966، الذي تم هدمه بالكامل في عام 2002. وبعد 5 سنوات تم افتتاح ويمبلي ليبهر العالم بأسره بتصميمه الخرافي. يزدان ملعب ويمبلي بأكبر قوس أحادي في العالم، طوله 133 متر بعرض 7.5 أمتار، وبوزن 1750 طن. تكلفة تشييد لويمبلي باهظة جدا، بلغت 1.7 مليار جنيه استرليني، طاقته الاستيعابية 90 ألف متفرج. ملعب قبة سابورو يقع في تايو هيراكو سابورو في اليابان. تم افتتاح الملعب عام 2001 واحتضن مباريات كأس العالم، وللأسف الشديد هذا الملعب يحمل ذكرى سيئة للعرب، حين انهزم الأخضر السعودي داخل هذا الملعب أمام منتخب الماكينات الألمانية 8 أهداف. تبلغ سعة الملعب 41 ألف متفرج، ويمكن أن تصل 53 ألف بزيادة بعض المقاعد.
بلغت كلفة بنائه 350 مليون دولار. هو تحفة معمارية بامتياز مغطى بالكامل على شكل قبة، وهو مخصص لكرة القدم ولعبة البيسبول. يتميز الملعب بتكنولوجيا متقدمة جداً تتميز بسهولة تغيير أرضيته. أرضية الملعب المخصصة لكرة القدم التي يبلغ وزنها 8000 طن يتم سحبها للخارج لتتعرض للشمس وليستضيف الملعب رياضات أخرى، ويتم إدخالها في وقت قصير للغاية. ملعب توتنهام هوتسبير هو من أحدث الملاعب في أوروبا، ملعب جبار ورهيب يتميز بأحدث المعايير العالمية المتطورة المستخدمة في ملاعب كرة القدم. يقع بمنطقة توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن. تم افتتاحه سنة 2019. طاقته الاستيعابية 62 ألف متفرج. هو ملعب خاص بنادي توتنهام هوتسبير، وهو أكبر ملعب نادي في العاصمة لندن. بلغت تكلفته حوالي 400 مليون جنيه استرليني. يتميز بتصميم خرافي تزينه شاشات عملاقة. هو متطور جدا عن ويمبلي من ناحية التصميم والتكنولوجيا المستخدمة. ملعب البيت في مدينة الخور بشمال دولة قطر، هو ثاني أكبر الملاعب المستضيفة لمونديال قطر 2022، وهو الملعب الذي ستنطلق منه ضربة بداية كأس العالم 2022. هو ملعب متطور جدا على مستوى التكنولوجيا والتصميم الخرافي المستوحى من الخيمة العربية التقليدية. هو ملعب صديق للبيئة، يتسع لستون ألف متفرج ويمتاز بسقف متحرك. ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية هو معقل البافاري بايرن ميونيخ. أنشئ الملعب خصيصاً لكأس العالم 2006. تم افتتاحه عام 2005. هو من أروع الملاعب في العالم وتحفة معمارية بامتياز، وواحد من معالم مدينة ميونيخ الألمانية. يستقطب عدداً كبيراً من السياح على مدار السنة. طاقته الاستيعابية 75 ألف متفرج، وبلغت تكلفة إنشائه 340 مليون يورو. يتميز الملعب بطبقات خارجية مملوءة بالهواء المضغوط غير قابلة للانفجار. هو أول ملعب في العالم قابل لتغيير ألوانه الخارجية. ملعب دالاس كاوبويز ستاديوم يقع في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية. هو أكبر ملعب مقبب في العالم مغطى بالكامل، وأكبر ملعب في العالم بدون أعمدة داخلية. متعدد الأغراض تقام فيه مباريات كرة القدم الأمريكية وكرة القدم وكرة السلة والعديد من الأحداث الترفيهية. تم افتتاحه عام 2009. يمتلك سقفاً قابلاً للطي، ويتميز الملعب بتصميم مذهل جداً، ويمتلك أضخم شاشة فيديو في العالم عالية الوضوح. عرضها 49 متراً وطولها 22 متراً. يتسع ل111 ألف متفرج. بلغت تكلفته مليار و300 مليون دولار. ملعب كريستوفسكي يقع بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا، ويعرف أيضاً باسم ملعب زينيت أرينا، ويلقب كذلك بالسفينة الفضائية لأنه يشبه الصحون الفضائية. افتتح الملعب في سنة 2017 من أجل استضافة كأس العالم 2018. تبلغ طاقته الاستيعابية 68 ألف متفرج. كلفة تشييد هذا الملعب بلغت مليار و400 مليون دولار أمريكي. يمتاز الملعب بسقف متحرك في حالة الطقس السيء، وأرضيته قابلة للسحب للخارج. يتميز الملعب بتصميم جبار وبتكنولوجيا خيالية جدا تعطيه في الليل جمالا ليس له مثيل. ملعب مرسيدس بنز أجمل ملعب فوق كوكب الأرض، وتحفة معمارية فاقت كل توقعات الإبداع وجوهرة حقيقية.
والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم. يقع الملعب في مدينة أتلانتا الأمريكية، وهو ملعب متعدد الأغراض. سقف الملعب على شكل عدسة الجوال، وعند إغلاق السقف يظهر شعار مرسيدس، ويفتح ويقفل بشكل مبهر في 8 دقائق. تم افتتاح الملعب سنة 2017، ويتسع ل 75,000 متفرج. تكلفة إنشائه بلغت 1,600,000,000 دولار، وهو مبلغ ضخم جدا. يعتبر هذا الملعب معجزة ملاعب هذا العصر. الملعب سيستضيف بعض مباريات كأس العالم 2026. أصدقائي، هناك ملاعب أخرى قيد الإنشاء أو التجديد ستفوق كل التوقعات بجمالها وجبروت تصميمها، كملعب برنابيو الخاص بريال مدريد وملعب الكامب نو لبرشلونة. بعد إتمامها قد تتغير هذه القائمة لأجمل 10 ملاعب على هذا الكوكب. وهناك ملاعب أخرى روعة في الجمال والتصميم الخارق، لكنها تحتوي على مضمار للجري، كملعب عش طائر بالصين. لا تنسوا أصدقائي دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات.